بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. كنا في اللقاء السابق نتحدث عن موقف الجماعة الإسلامية الأحمدية عن الحديث النبوي، وكيف نميز بين الحديث الذي يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى المنسوبة إليه ولكن لا نستطيع الأخذ بها. وبين حضرته ما هي الشروط التي بينها سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود لمعرفة الحديث، وهو على نور القرآن. القرآن هو الحكم على الحديث وليس الحديث هو الحكم على القرآن. ثم أيضا هناك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأعماله والفهم العام للإسلام. أي شيء يتعارض مع هذا، إذا لم نستطع أن نوفق بينه وبين هذا ندع هذا الحديث جانبا. ومن بين الأمثلة التي ذكرها أمير المؤمنين سنة الله، سنة الأنبياء as mentioned in the Holy Quran. نعم. That also is very important. نعم. أيضا وما هو معروف من سنة الأنبياء كما بينها القرآن الكريم، الأشياء المعروفة، الأنبياء لا تكذب، الأنبياء لا تخرب، هذه الصفات المعروفة والحقائق المعروفة، وسنة الله فوق كل ذلك. ومن بين الأمثلة التي ضربها أمير المؤمنين لأحاديث ذكر أنها صحيحة، وفي البخاري تبين أن هذا الحديث لا يتفق أبدا مع القرآن ولا مع كل هذه الأمور، ولا يمكن فهمه على ظاهره، ولكن يمكن أن يفهم من زاوية أخرى ويكون فيه جانب من الصواب. على أي حال، حضرته ذكر أن بعض الأخبار الواردة في القرآن وفي الأحاديث تتضمن أنباء غيبية، وهذه الأنباء الغيبية لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن يخبر عنها بصراحة، لأن الشيء ليس موجودا فكيف نصفه وهو غير موجود. فلذلك تستخدم الأساليب البيانية من الاستعارة والكناية والمجاز بصفة عامة، فالذين يأخذون هذه الألفاظ بظاهرها لا يصلون إلى حقيقة، والذين ينظرون إليها بهذه النظرة ربما يكذبونها، وهذا هو الضرر الذي يمكن أن ينجم عن هذه الطريقة. ذكر حضرته مثلا عن أحداث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قيل أنه صلى بالأنبياء جميعا وفي المسجد الأقصى. هذا القول يتعارض مع أحداث التاريخ ومع سنة الله الكونية ومع ورد في القرآن. أما من ناحية أحداث التاريخ، لم يكن هناك مسجد أقصى، المكان الوحيد الذي يصلح للعبادة هو معبد سليمان، ولم يكن موجودا بل كان فيه أقذار وكان مهدما وليس له وجود. أما ما سمي بالمسجد الأقصى بعد ذلك فهذا بناه أحد ملوك بني أمية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، فالمسجد الأقصى الواردة في القرآن لا تشير إلى هذا المسجد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه صلى بجميع الأنبياء، هذا يتعارض مع حقائق الكون ومع حقائق القرآن. الأنبياء من قبله كلهم ماتوا، والميت لا يرجع بنص القرآن، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا قرار إلهي، الذي يموت حرام عليه أن يرجع سواء كان نبيا أو غير نبي، هذه قاعدة عامة. إذن وحتى لو كانوا موجودين في ذلك الوقت فليس هناك مسجد يكفي هذه الآلاف المؤلفة من الأنبياء، لكن الرسول قال هذا، القرآن قال هذه الأمور، فلابد وأن تفهم المغزى من هذا الكلام. لماذا بيّن لنا الإمام المهدي والمسيح الموعود أن معنى ذلك أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته سوف تنتشر في أركان الأرض، وفي مكان قصي بعيد سوف يبنى له مسجد تابع له، ويختار الله رجلا من أتباعه يمثله ويدخل في طاعته أتباع سائر الأنبياء. إذن هو يمثل النبي، والآخرون الذين دخلوا في بيعته وطاعته يمثلون سائر الأنبياء، ومن نبيهم ومن إمامهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو تأويل هذا القول، هذا لا يتعارض مع حقائق القرآن ولا مع حقائق الكون، وفي نفس الوقت يبين
الرؤية الحقيقية لهذا، لقول القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وهذا يمثل بشرى للمسلمين من أنه سوف يأتي الوقت الذي ينتشر فيه الإسلام ويدخل الناس أفواجا في الإسلام من أتباع الديانات الأخرى، ويكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الوحيد لكل هؤلاء. ثم أشار حضرته بعد ذلك إلى الأحداث التي تتعلق بالدجال والتي وردت في كثير من الأحاديث، وبالذات ما ذكر عن حمار الدجال. الحديث عن حمار الدجال إذا أخذ على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حمار، هذا كلام سخيف. ما هو أي حمار هذا التي يحدث؟ وإنما الحمار هو الوسيلة للتعرف على الدجال. كالذي يعرف حمار الدجال يعرف من صاحبه ويعرف من هو الدجال، كما نعرف الإنسان بسيارته مثلا. هذه الأخبار وردت في كثير من الأحاديث. إذا جمعنا هذه الأخبار التي تصف هذا الحمار نجد أنها تتلخص في النقاط التالية: أولا أنه حمار كبير، وأن ما بين أذنيه 70 ذراعا، وأن في جبهته يحمل القمر، وأنه يقطع في بضع ساعات ما يقطعه المسافرون في شهور، وأن الناس تدخل في جوفه، وأنه يقف في مراحل من جوانبه، نعم، ويدخلون في جوفه من جوانبه، وأن هناك من يعلن عن سير هذا الحمار أنه سيقوم في الوقت الفلاني وسيتجه إلى المكان الفلاني. ألم يظهر إلى الآن ما هو هذا الحمار؟ هل هذا وصف لحمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة الحمار، لأن الحمار هو الدابة التي تستخدم للنقل وللحمل في ذلك الوقت ولقرون طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوصف هذا الشيء إلا بهذه الأوصاف؟ ولكن عندما ظهر الحمار هذا تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أفهمنا هذا؟ النبي يتكلم من لوحة الغيب، حقائق يقرأها من لوحة الغيب. الذي فهمها ذلك الذي يقرأ من هذه اللوحة أيضا، وهو سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود. في وقته كان الدجال قد ظهر وقد جاء بحماره، وحماره هو ذلك القطار، القطار الذي يأكل النار. الأحاديث تقول حمار يأكل النار، نعم القطار يأكل النار، والمسافة وطوله كما ترون مئات الأذرع، وهناك هذا المصباح الكهربي الذي ينير كأنه البدر، والركاب الذين يدخلون من جوانبه وفي جوفه، والإعلان عن مسيره وتوقفه، وهذه الأمور. هذا الحمار اللي هو القطار كان في وقت المسيح الموعود عليه السلام، ومن بعده ظهرت بقية أصناف هذا الحمار كما وصفتها الأحاديث. السيارة أيضا مثل الحمار. هناك البواخر والسفن البخارية التي أيضا تأكل النار، والمسافة بين أذنيها أي المدخنتين 10 ومئات الأقدام، كما أنها تحمل أطنانا. هو يقول في الأحاديث تقول أن هذا الحمار يحمل جبالا من الأغذية والأطعمة لأتباع الدجال. هذه السفن، وقال أنه يسير، هذا الحمار يسير في الماء. هذه السفن هي التي تسير في الماء وتحمل آلاف الأطنان وتجوب المحيطات. ثم بعد ذلك التطور الأخير ذكرته الأحاديث، من أن هذا الحمار يضع يده قدمه في المشرق ثم يقفز ويضعها في المغرب، وأنه يكون يسير رأسه فوق السحاب. هذه هي الطائرة، ولا تزال تأكل النار ويدخلون في جوفها. كل المواصفات التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحققت أجمل تحقق، وتبين من هو الدجال. إذن الدجال الآن هو الذي اخترع هذه المخترعات والذي أتى بهذا الحمار. لو أن المسلمين تنبهوا لذلك وسمعوا لهذا الإمام المهدي والمسيح الموعود وعرفوا من هو الدجال، لكان لهم شأن آخر في هذه السنوات الطويلة التي مرت، ولكان الله قد غير حالهم. ما هو موقف المسلمين أمام هذه الأحاديث؟ هناك من يأخذونها بالظاهر، ولو مكثوا على الأرض آلاف السنين لن يجدوا هذا الحمار أبدا، وهناك من ينظرون إليها ويقول لا هذه خرافات. فهؤلاء أيضا لا يستفيدون.
إذن مثل هذه الأحاديث تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر لأنها أنباء غيبية، وأيضا القرآن فيه آيات مثل هذا. There are many interesting things which connect hadith with the Quran. And when you find out where it is rooted, then your faith in the hadith as well as in the Quran increases manifold. Now, is there any mention whatsoever of fire in relation to those who travel? As a fire being a source of great advantage for them. If it is mentioned in the Quran, then that hadith is also fully supported by the Quran. And so a fire-eating donkey is explained. Here is the verse on which I spoke long ago in one of my speeches in Jalsa Salana. This is the true meaning of this verse. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. This is a great prophecy and a great profound verse of wisdom. Otherwise fire is, what is tazkira in fire, just fire? Says we, what we are talking about is something great. جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. It's a great source of advantage for those who travel. So all the travels of the modern times depend on fire. Yes. See? And shajarataha, if you look at the fire being emitted from the back of the jets or from the engines, it looks like a shajara, you know, it sprouts and then spreads out. So what a beautiful verse this is, and how wonderfully explained by Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam. And then still they don't know. How can we make a donkey understand? That's the question. يربط أمير المؤمنين ما كنا نتحدث عنه واليوم بهذا المعنى الجديد. في المرة السابقة أشار حضرته أن هذا التفسير الذي قدمته لحضراتكم عندما يسمعه أولئك المتعلمون الذين يتدبرون ويفكرون يميلون إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية ويرون أنهم يعرضون حقائق وأخبار الإسلام والحديث بطريقة تحببهم في الإسلام لا على أنها مجرد خرافات أو أقوال لا قيمة لها. يقول أمير المؤمنين إن هناك ترابط بين القرآن وبين الأحاديث، بحيث لو تأملنا في هذه الأمور فإننا نخرج بأمرين: نعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف صدق القرآن، لأن هذه الأمور تترابط مع بعضها، كل منهم يصدق الآخر ويبين جماله وروعته. يقول حضرته: انظروا مثلا في هذه الآية، وقد تحدث عنها في إحدى المرات في الجلسة السنوية وشرح شرحا مفصلا. نعم، منذ سنوات. يقول القرآن: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. يقول تذكرة ومتاع، النار فيها متاع، هل يقصد بالمتاع مجرد الطهي أو التدفئة؟ يقول متاعا للمقوين الذين يتحركون وينتقلون ويسافرون. المتاع والنار is مشترك between all people. Most of the مقيمين benefit from it. Yes. Rarely the مقيمين do. But here this is an indication. متاع للمقوين not متاع للمقوين. يقول أن الاستفادة العامة المعروفة للنار هي بالنسبة للمقيمين، أما بالنسبة للمسافرين فمتى يستمتعون بالنار؟ يقول ومتاعا. لأنه لا يحمل النار معه. يشير إلى سيدنا موسى عندما رأى نارا فذهب ليأخذ قبسا منها، معنى ذلك أن النار ليست معه. ولكن هنا يقول جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي أنه بالنسبة للذين يرتحلون والمسافرون سوف يستمتعون بهذه النار. ومعنى ذلك لو تأملنا، انظروا هذه النار في هذه الأجهزة
التي المتحركة من طائرات وبواخر وسيارات وقطارات، كيف أن هذه النار يستفيد منها هؤلاء المسافرون ولا يستغنون عنها في هذه الأيام، وهي سبب متعتهم وارتحالهم في مشارق الأرض ومغاربها، ونعرف أن في كثير يزورها ملايين من الناس كل عام باستخدام هذه النار، وكيف أنها عندما تخرج من الأجهزة تكون متشعبة بما يشبه الشجرة. فهذه الأشياء التي تبدو بسيطة لكن التأمل فيها يبين كيف أن كلمات القرآن منتقاة لتدل على معاني في القديم وفي الجديد وفي المستقبل. إذن هذا القرآن صادق، وهذا الذي جاء بالقرآن صادق. هذه الأمور تحتاج إلى تأمل، والذي فهمنا هذه الأمور هو سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود. Now when you look at a railway engine from the chimney, you know what sprouts? No. It's just like a shajara fire. No. From the ships, great ships, when they move, no. all that sprouts is like shajara fire. What a beautiful simile the Holy Quran has quoted. And that is the major benefit of fire in the modern times is in the journeys and travels. No. يلفت أمير المؤمنين نظرنا إلى منظر آخر، وهو أن الدخان الذي يخرج من مداخن القطارات عندما كانت قبل ذلك تستخدم الفحم وهذا، والمداخن من السفن تخرج هذا الدخان وينتشر ويشبه من بعيد مظهر الأشجار. هذا يحتاج إلى قلب يدرك القرآن ويتأمل في هذه الأمور. Now when we say that الحمار mentioned by Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam is not the himar known to the man of that period, it is a himar which is not known. So I have a definite proof from the Holy Quran exactly speaking of this, which tells that new modes of travel will be invented, and the present among the present ones himar is mentioned. Yet the Holy Quran says there will be other modes of travel of which we have no idea. So it cannot be the same himar. I'm reading the verse. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. What a beautiful prophecy. That himar Allah already mentions. And that himar was known. But that himar which was fed on fire, that was not known. So it couldn't be himar as we know it. It is something else. Because himar is known to everybody of that period. Great book, unimaginably fascinating book, isn't it? نعم. يقول أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه الواضحة عندما تحدث عن الحمار واضح أنه يتحدث عن حمار غير الحمار الذي يعرفونه. يقول حضرته أن القرآن أخبر بذلك أيضا. هناك هذه الآية التي تقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. إذن الحمار الذي نعرفه وكانوا يعرفونه هو هذا، ولكن قال ويخلق ما لا تعلمون، أي أنه سيخلق حميرا أخرى لا تعلمونها وتكون أيضا زينة وتركبونها، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة يمكن أن يتبين جمال القرآن. انظروا كيف يستخدم هذه الكلمات التي عندما تحدث وعندما نراها تتبين كأنها الشمس الساطعة. You know, whenever I speak on this subject, many a time some Muslim scholars who are present, they don't like this. Instead of being happy and, you know, so deeply satisfied about the beauty of the Quran and the Hadith, they feel very uneasy. Because then they know that we will have to accept Ahmadiyya, because it is the Ahmadiyya view which is proved to be right, all the rest views are proved to be wrong. So you know the objections they raise, they show us the references of Hadith, who show them? Not all of them are Sahih. That is the answer. So you have quoted back, you have quoted that, you have quoted that. They're not important, trustworthy books of Hadith. So in Bukhari or in other Sahih, only partially this is mentioned, but you are speaking of the whole facts of the new invitations about the travel.
they are not related in the hadith, sahih hadith. My answer to them is that as long as we did not connect it with the Dajjal, as long as we did not interpret them correctly to the conviction of all people on earth, as a proof of the truth of the Holy Quran and the Holy Prophet, you accepted them illiterally and didn't mind. The moment they are presented as a proof and evidence of the truth of Hazrat Muhammad, you run away from it, lest we shall have to accept also the truth of the Prophet Messiah. This is not a fair attitude. But again, you simply cannot run away from it. Weak hadith or strong hadith, irrelevant. All that is irrelevant. A prophecy which has come to be fulfilled so beautifully, in every detail, if it was not the word of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam, it was the word of a liar who invented these things himself and attributed to Muhammad Rasulullah Sallam. His words come to pass. His words come to be true. This is what your stand is. So who is true? Muhammad Rasulullah Sallam or the one imposter who stood in between, made his ahadith himself and attributed them to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wrongly, and God proved that this is a true man, you know. He had no means of visualizing what there would be in future. So the hadith, after it has come to, according to Masih Maud alayhi wasallam, has to be accepted in toto. It could not have been the word of any imposter. It could only be the word of the one who is well informed by him who knows everything. نعم. يبين أمير المؤمنين ويلقي الضوء على نقطة خطيرة، نقطة مهمة جدا تتعلق بموضوع الحديث. يقول حضرته أننا عندما نتكلم في هذه المسائل ونشرح هذه الأحاديث ونبين الواقع الذي يفسر هذه الأحاديث، فإن بعض رجال الدين والمثقفين في هذه الناحية يشعرون بعدم الراحة ويكونون فيهم ضيق بهذا الموضوع. لماذا يفعلون ذلك؟ المفروض أن يسعدوا بأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد تحققت وتبينت صحتها بطريقة رائعة، بما فيها تعزيز للإسلام وتعزيز لنبي الإسلام وتعزيز لأقوال رب الإسلام. يقول أمير المؤمنين إن السبب في ذلك أن قبولهم بهذا يعني التزامهم بقبول الأحمدية، لأن الذي قدم هذه التفاسير هو الإمام المهدي والمسيح الموعود، فإذا أخذنا بأقواله فعلى من نكذبه؟ إذا كان هذا الذي يقوله صحيح يبقى لابد أن نقبل به، وهم لا يريدون ذلك. إنهم يسعدون بهذه الأقوال إذا كانت لبيان أن هؤلاء هم الدجال، لكن إذا كان ذلك لمصلحة الإسلام ولخير الإسلام تشمئز نفوسهم ولا يقبلون ذلك. هذا موقف خطير. يقول عندما نتناقش معهم يقولون نعم إن بعض هذا التأويل جيد لأنه في أحاديث صحيحة، ولكن الصورة كاملة أيضا في أحاديث ليست من الأحاديث الصحيحة. يقول أمير المؤمنين بصرف النظر هي أحاديث صحيحة أو غير صحيحة، ولكنها تحققت. الحديث إذا تحقق، النبأ الغيبي إذا تحقق، هل يشك في صحته؟ إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، الذي قال هذا الحديث شخص كذاب، ولكن ما قاله الكذاب قد تحقق، هل الله سبحانه وتعالى يحقق أقوال الكذابين؟ هذا الكذاب نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفكرون أنتم؟ هذا الموقف من جانبكم فيه إساءة أولا لله سبحانه وتعالى، لأنه يحقق كلام الكذابين. كل هذه الأحاديث التي وسمتموها بالضعف أو فيها شيء من هذه تحققت تحققا كاملا كما وضحه سيدنا الإمام المهدي، إذن هي أحاديث صحيحة ويجب أن تؤخذ لأنها تحققت. هل هناك أكثر من الواقع؟ هل بعد العين أين رأيتموها بعينكم تتحقق؟ إذن كما قال الإمام المهدي، الحديث الذي يتحقق لابد أن يكون حديثا صحيحا صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يحقق أقوال الدجالين والكذابين. Now the remaining part of the same traditions deals with the description of the Dajjal himself.
So far we have been dealing with the so-called donkey of the Dajjal, and by leading us to understand the nature of that donkey, Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has made it all clear for us that whichever people invent fire-driven modes of travel, whose descriptions are given to you in every detail, they are the Dajjal, none else. You understand? The Dajjal is the owner, described as the owner of that donkey. Ordinary people who are not the Dajjal, they travel in that donkey from the sides. Now imagine, how could be a donkey anyway who has openings on the side, in the belly, and he eats fire, and if people go in, why aren't they not burnt out? So it must be a separate compartment of fire. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tells us that when they enter this from the sides, they will sight comfortable places to sit, and it will be lighted from within. Imagine, it will be lighted from within. It is so comfortable to travel inside. So the donkey belongs to the Dajjal. That is, he is the owner, the master of all such modes. And all such modes of travel which are fire-driven were invented 100% by Christian powers, Christian scientists, developed by Christian governments and countries. So this is very clear now. Let us see whether the Christian, the priests or those who are responsible for promoting Christianity in the world, are they who are mentioned as the Dajjal or somebody else's? This also Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam has explained fully with reference to the Hadith, the Quran, etc., etc. And it becomes very visible. But let me first tell you the words, what the message, what is the message of the words themselves, literally, to which these ulama still stick. You see, there they should understand their ulama are the custodians of their faith as well. They don't know themselves, the ABC and the intricacies of faith. It is the ulama who are the masters of everything, and they tell them what their faith should be. So I'm talking of the ulama, whether they have that faith or not is irrelevant. Officially, the ulama are the custodians of the faith of all sects in Islam. So their interpretation of this is literal. They say, okay, the Dajjal will be literal until, and a gada, is donkey, would also be literal. Until a donkey of that dimension, who begins to eat fire, appears in the world, and they believe it will appear one day, we will not believe in any Messiah. Because there are stages between the Messiah and the events of the latter days. In the first stage, a donkey has to come from somewhere. Whether it will be an ordinary female donkey which will give birth to such a huge thing, or she will also be specially created, we don't know. But they believe a donkey will one day fulfill all this description. All right, then we start traveling in that donkey, you know, when we see it actually running from place to place, country to country, then we'll wait for the Dajjal to come. And how would he come? He would come in the form of a huge giant who would be so tall that his head would be jutted out beyond the cloud line. And people from below, you know, they would strain their eyes and still they will not be able to see clearly what he looks like. Huge thing. And he would sit on that donkey, you know, and travel. If he sits on that donkey, why does it stop at every stage and announces, come on and ride me, and people go on riding, and on the top that huge thing is sitting? All this becomes a strange tale if not interpreted the way Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam has interpreted.
But anyway, let's turn to the Dajjal now. He will have one eye completely blind, right eye, absolutely non-existent or completely sunken inside. And the right will be bulging out. And it will be a strange, very powerful eye. It will see through the earth, into the under layers of the earth, and see the buried treasures and things. So that would be the donkey, the Dajjal. And he will conquer the whole world, traveling on the same donkey, and benefit only those who bow to him, who accept him as their false god. And the others he will mistreat, and if possible he will destroy them. Now the picture which emerges is that of a Christian rise of power, and the right eye being blind indicates that that people of that period, although they would be Christians, but they will be blind in the side of religion, because the right side in interpretation always means religion. If you read any book of interpretation, you will see that if there is a loss of life eye, right eye, they will say, oh, you will suffer from religious loss. If the loss of belongs to the left eye, they say, well, there is loss but not much to worry about. This is some worldly-wise financial loss. See? So, Hazrat Masih Maud al-Islam interpreted it as a great people, indicated as a single man, but a great people, very powerful people. La yadan li ahadi ma li qitalihima is applicable to the two branches of the Dajjal, one on one side, one on the other. They will capture the whole world, bring that under their sway, and they will be from among the Christian nations. Okay. That is the interpretation. What is the support of this in Hadith? First support is that Hazrat Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam speaks of Dajjal as Masih al-Dajjal. You see? And at the same time, the Messiah to come is mentioned. The Dajjal is behind the Messiah, you know, watching and following him in enmity, you know, as if he's monitoring the move, what he's doing. And Al-Masih is mentioned without Masih Dajjal. As a separate entity, both are seen together, circuiting the Khana Kaaba, circuiting the house of God. In front is Masih, the real one, and behind him Al-Masih Dajjal. So the word Masih added to Dajjal means that the Antichrist would be a Christian himself. You understand? No. So there are rawabit as between the Hadith and the Quran, also between Hadith and Hadith. Now having understood, we will turn now to the nature of Masih. This Dajjal has to be a Masih Dajjal, a Christian power, which will spread Christianity, and they will, although they will be very wise in the worldly affairs, so wise that they will uncover the secrets of the earth and see where the treasures lie. You know, this is exactly what they're doing. Yes. All the treasures discovered in Arabia were done by the same Dajjal, representatives of the Dajjal. And they see the proof before them, then they don't recognize it. And having done that, we will turn to the question of the identity of the Messiah. So first translate this, and then I'll turn to the question of Messiah and his relationship, yes, or his fights with the Masih Dajjal. Two Messiah would appear. One, yeah, would be the Messiah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The other, Masih Dajjal. And they are going to fight with each other and confront with each other. يقول أمير المؤمنين أن الجانب الآخر تكملة لهذه الصورة هو الدجال نفسه. يقول حضرته أن الدجال يمثل قوة، وإن كان مذكورا باسم شخص إلا أنه يمثل قوة، وأن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود هو الذي فسر بهذا المعنى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شخصا ولكن هذا الشخص يمثل قوة. لو
نظرنا في هؤلاء الشيوخ الذين يأخذون بظواهر الكلمات لقالوا إننا نؤمن بكل الأحاديث حرفيا تتحقق أمامنا حرفيا، لن نؤمن بمجيء دجال حتى نرى هذا الحمار الذي يأكل النار، إما أن يكون حمارا حيوانا حقيقيا يأكل النار أو أي شكل آخر يأكل النار، فإذا أكل النار إذا ننتظر مجيء هذا الدجال. And then we should enter that himar. ويدخل أيضا هذا الحمار من الجوانب ويركبونه. يقول أمير المؤمنين جاء الحمار وركبوه من الجوانب ولكنهم ينتظرون الدجال الآن. ينتظرون هذا الدجال على أنه عملاق كبير كما تقول الأحاديث، رأسه فوق السحاب، وأنهم يحملقون فيه فلا يستطيعون رؤيته، ويجلس فوق هذا الحمار وهم يركبون داخل هذا الحمار. كيف يتوقعون مثل هذه الأمور؟ poor حمار. How big he is? The side between them, the distance between the two ears is 105 yards. But the person sitting on top of it is thousands jutting of out of thousands of meters tall. And on top of there, as if that weight was not enough to break the back of that Dajjal, people will enter it. يعني الإنسان لا يتصور كيف يمكن لهؤلاء أن يتوقعوا حدوث مثل هذه الأشياء. حتى هذا الحمار لو كان ما بين أذنيه 70 ذراعا، ولكن هذا الجبار الذي سيجلس فوقه رأسه فوق السحاب يعني لا يتحمل هذا الحمار. وكيف هم يستطيعون الركوب داخل هذا ويطمئنون وهذا يجلس فوقهم؟ وما معنى هذه الأشياء الخرافية كما يتصورون؟ When that Dajjal will travel on the top of his donkey across the oceans, then he'll also carry mountains of food. You see? Unless you believe in Hazrat Masih Maud al-Islam as a divinely guided person, unless you understand the interpretation as is suggested by him, there is no logic in this. يعني الإنسان الذي يتصور هذه الأمور وهذا الذي يركب هذا الحمار ويعبر به المحيطات ويحمل جبالا من الطعام ويجوب به العالم، الإنسان العقلية التي تتقبل مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تكون عقلية سوية أو عقلية معقولة، ولا بد لأي إنسان عنده ذرة من العقل إلا أن يقبل سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي بيّن لنا معاني هذه الأمور وأظهرها في صورة منطقية جميلة تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتتفق مع الواقع الذي نعيشه الذي نحن نعيش فيه هذه الأيام ومن القرن الماضي. ومع ذلك لا أدري كيف أن هؤلاء يتمسكون بهذه الأمور. على أي حال نعود إلى هذا الدجال. الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدجال كثيرة، منها أنه أعور العين اليمنى وأن ربما تكون فارغة أو لا يرى بها نهائيا، أما عينه اليسرى فهي كبيرة ناتئة بارزة وقوية يرى بها ما في باطن الأرض، حتى إنه يستطيع أن يستخرج الكنوز من الأرض، وأنه قوي ومرهب، وأنه يساعد أولئك الذين يتبعونه ويعطيهم من الخيرات، أما الذين لا يطيعونه فإنه يتعبهم ويضطهدهم. يقول أمير المؤمنين أن سيدنا الإمام المهدي فسر هذا الشيء بأن هذا القوم هذا الدجال هو قوم قوي جبار وإن كان الاسم شخص. الدليل على ذلك لو نظرنا في تأويل الرؤى والأخبار الغيبية هي من قبيل الرؤى، إذا فقد الإنسان عينه اليمنى فمعنى ذلك أن إيمانه ضعف أو ضاع، أما العين اليسرى فهي ترمز إلى الدنيا وعلوم الدنيا وإمكانيات الدنيا. إذا هذا الدجال من الناحية الإيمانية ضعيف، ليس عنده إيمان أو محروم من الإيمان، أما من الناحية الدنيوية فهو جبار وقوي. فهذا القول ينطبق على المسيحيين. لماذا؟ أولا لأن الذي
اخترع هذه المخترعات التي تبين أنها حمار الدجال هم المسيحيون. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه المسيح الدجال، أي قرن بينه وبين المسيحية. وفي الحديث عن الرؤية عندما كان المسيح الحقيقي يطوف حول الكعبة كان المسيح الدجال يطوف. إذن هناك مسيحين، هناك مسيحان، مسيح صادق حقيقي من عند الله، ومسيح دجال مضاد له، أو كما نسميه نحن بالعربية المسيح الدجال، أي المضاد للمسيح. لكن الكلمة نفسها تشير إلى أن له علاقة بالمسيحية، وبين ذلك، وسنستكمل هذا الموضوع الآن. Now let us identify Messiah more clearly. But before that, I tell you that the interpretation, as Mishra Sallam presented, that one man represents the whole people. In dream, when some big man is shown, he is not shown as a single person. It is meant that the whole people he belongs to are included in that. The best proof I can offer is from an interpretation of a dream by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. Once one of his companions saw in a dream that an old king of Arabia had come back, and he was so beautifully dressed and he looked so wonderful, and as if, you know, the spring had come with him, and he was so worried. He said, what is being said, the old Arab king returns. So Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam interpreted it as people of Arabia. He said, your dream has got already fulfilled. By the king of Arabia, what is meant is the people of Arab. And with my coming, that spring has come upon you. You look so beautiful. No. Never before. You wore the libas al-taqwa zinat, and now you have got that. So the interpretation of that dream by Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself gives us the authority to interpret a huge man, a leader, as applicable to the whole people. يبين أمير المؤمنين أن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عندما فسر أن هذا الدجال وإن كان ذكر على أنه شخص أنه يمثل أمة قوية من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فسر ذلك بأن الشخص العظيم الكبير يمثل أمة بأكملها. فإن أحد الصحابة رأى في الرؤيا أن أحد ملوك العرب القدامى كأنه عاد إلى الحياة، وكان شكله جميلا وثيابه وزيه نظيفا يبدو عليه الرغد والسعة، وقال وكأن الربيع جاء معه. فشعر بالقلق من هذا، ما معنى أن يأتي ملك من القدامى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، هذا الملك يعني الأمة العربية، الشعب العربي، العرب الذي نحن منهم، فإن هذا تحقق بالفعل. فمجيئي أنا كأنه الربيع جاء لهؤلاء العرب، لهذا الشعب العربي الذي سوف يزدهر وتكون أحواله طيبة، كأن الربيع جاء له. كأن إذن النبي فسر أن رؤيا شخص واحد يمثل أمة كاملة، وهكذا الدجال شخص واحد ولكنه رمز لأمة كاملة، هي أمة التي منها هذا الدجال. Now about the Jal, we must refer to the Holy Quran and find out where the roots of all these traditions lie. In open words, we read in the Quran Yajuj and Majuj, the two powers from which everybody will, from which nobody would be safe. But the word Dajjal is not mentioned. But Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam must have known where it was mentioned. So once when he told about Dajjal and warned of the immense damage it would do to the world order, Sahaba trembled and feared. He said, you know, even if somebody was saved from him,
his smoke would at least reach his nostrils, you know? Like in the smoke of the whole world, the pollution that is reaching everywhere. So Hazrat Rasulullah Akram sallallahu alayhi wa sallam told them, I tell you how to be saved from the Dajjal and his influence. Read the first 10 verses of Surah Al-Kahf and the last verses of Surah Al-Kahf before you go to sleep. That is a charm against the negative influence or injurious influence of the Dajjal which may occur to you. Now, if you recognize the enemy, if you see him, where he comes from and what sort of enemy that is, then you are saved. If he attacks you from where you don't know, then you can't be saved from him. So herein lies the key to the understanding of the Dajjal. Now read the first 10 verses, and they're all about Jesus, Christianity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا and so on. Who is mentioned here? Christian? المؤمنون. Christianity when it is distorted. A time of Dajjal is also mentioned. Christianity with many completely distorted, worldly wise, it will lost its right eye. Yeah. And once you have translated, then I will turn to the last verse. Yeah. There is another message, yeah, but similar. يبين أمير المؤمنين كيف سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود شرح هذا الموضوع. فقال إذا أردنا أن نعرف الدجال فلابد أن نعود إلى القرآن، لأن من أين يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن هو الذي يعلمه كل شيء. يقول إذا قرأنا في القرآن سنجد أن هناك ذكر ليأجوج ومأجوج، القوتان العظيمتان التي تفسد في الأرض، ولكن لم يذكر كلمة الدجال، ولكن النبي يعرف أين يوجد الدجال. ولذلك قال أن الذي يريد أن يتقي فتنة الدجال الذي سوف يحدث آثارا رهيبة في العالم وسوف يصل لكل إنسان أثر منه حتى لو كان دخان يدخل في أنفه يؤذيه، إذن هذا الخطر حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منه كثيرا حتى أنهم أصيبوا بالرعب وكانوا يظنون أنه سيخرج من بين النخيل، يعني جسد لهم الأمر كأنه قريب منهم. طب كيف نتقي هذا الدجال؟ قال إذا عرفتموه، الإنسان إذا عرف الخطر وعرف عدوه استطاع أن يأخذ حذره ويتخذ كل الوسائل التي يمكن في يده أن يمنع هذا الضرر. أما إذا صار مغمض العينين فإنه سيقع في الخطر. طب كيف نتقيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ العشر الأوائل من سورة الكهف واقرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. قراءة هذه نعم هذه الآيات إذا قرأتها ستعرف من هو الدجال، وإذا عرفت من هو الدجال عملت على أن تتقي شره. إذا قرأنا سمعتم أمير المؤمنين وهو يقرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف، طبعا ليس أولئك المؤمنون الذين ماكسين فيه، لا يمكن أن يكونوا هؤلاء هم الدجال أو الخطر، إنما هؤلاء الذين ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الكذب هو الدجل، إذن الكذاب هو الدجال. عرفنا الآن من هو الدجال الذي يقول اتخذ الله ولدا، إذن هم النصارى هم أهل الصليب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمن هو الدجال. This is the religious aspect of the Dajjal. But the left aspect of the eye, which is in relation to the great scientific advancements of these people, which is in relation to what they will achieve
out of industry and how they will become proud by being the masters of industry. That second aspect is mentioned in the last verses. And this reads, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا. The downfall of Christianity started with the believing in one Abd as God or Son of God. But later on, they would to add more and more awliya to that, ibadat of Allah, like the Christianity did. It started with one mistake and ended up in awliya. So many saints, you know, all over Europe, you know, you turn a corner and there is the mention of a saint. And they all worship the saints. So this is the beauty. The beginning is about one mistake, one faux pas, one wrong step. And the end is أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. This left eye is only what they see with, right is absent. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحسنون صنعا. They are great masters of industry. And this is what they have done. But it will be of no avail to them. أنهم يحسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. So this verse, these last verses speak of the first of all further deterioration of Christianity until so many servants of Allah or creations of Allah are turned into gods. Then their material progress and scientific achievements, particularly in the area of industrialization. And they are referred to as industrialized nations of the world. No. But it would be of no avail to them. They still don't recognize what the Dajjal is. في الآيات الأولى أو العشر الأوائل الآيات الأولى من سورة الكهف بيّن أمير المؤمنين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عين الدجال العوراء التي لا يرى بها والتي انحرف حرف الدين ولواه حتى فقد البصيرة الدينية والبصيرة الروحية. تعالوا نذهب إلى العشر الأواخر لنرى العين الأخرى، العين القوية التي تبصر وترى التكنولوجيا والعلوم الحديثة والرياضيات وما إلى ذلك، والذي استطاع أن يحقق به إمكانيات صناعية رهيبة أكسبته الغرور والإحساس بالقوة والاستهانة بالأديان والكفر الحقيقي بالله وعبادة غير الله. تعالوا نقرأ العشر الأواخر كما سمعتموها من سيدنا أمير المؤمنين. تقول الآية: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هؤلاء الذين اتخذوا إنسانا واحدا عبدا لله اتخذوا إله، بعد ذلك اتخذوا مئات وآلاف من العباد آلهة لهم على هيئة قديسين وما إلى ذلك، عبدوهم بطاعتهم وهذه الأمور. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إذن هم لهم أعمال ويتباهون بهذه الأعمال ولكنها أعمال خاسرة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، إنهم يسعون في الحياة الدنيا ولكن إلى ضلال. ضاعوا نهائيا، لأن كل سعيهم متجه إلى أمور لا تسبب سعادة حقيقية للإنسان. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بناء على هذا التقدم التكنولوجي وهذه الأمور، ظنوا أنهم فعلا حققوا الأشياء الطيبة
في الحياة. ولذلك تسمى هذه الدول الدول الصناعية. انظروا العلاقة بين يحسنون صنعا والدول الصناعية، الصفة واضحة التي يبينها القرآن. أولئك بسبب هذا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، إنهم لا يفكرون أبدا في لقاء الله، منشغلون في هذا الذي يظنون أنهم يحسنون به صنعا، فحبطت أعمالهم، كل أعمالهم هذا لا قيمة لها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن اتضح من هو الدجال مرة أخرى، هو ذلك الذي يظن أنه يحسن صنعا بمصانعه وبمخترعاته وبتكنولوجيته، هذا هو الدجال، وهو نفس الدجال الأول، ولكن هذه صورة أخرى. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البروفيل الأيمن والبروفيل الأيسر لنعرف الدجال من كل زاوية. very delicate references are found in the Quran which connect one thing and another so beautifully, but unless God helps you reach the underlying meaning, you can't understand. You know, Jesus Christ is the one prophet who is proudly mentioned by the Christians as Kalimatullah. He was the Word, and the Word was with him. You know, this is the Saint John which they quote, and this is exactly what the Muslims refer to him as. Ruhullah or Kalimatullah. Jesus, Ruhullah, Jesus, Kalimatullah. So if he is Kalimatullah, then they say he is above everybody. Now this verse demolishes this claim so perfectly and completely. These verses. That in the end it says, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَيْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. They take pride in two types of kalima. One, Jesus Christ, and one, their discovery of the nature and the secrets of nature. He said, you are proud of one kalima, or your achievements in the world, you have discovered this secret and that secret. But if all the oceans of the world turn into ink, and the trees become khalam, akhlam, they will be finished and exhausted. And if we, God, decided to bring some more oceans to help, still the kalimatullah will not finish. This is the deep connection of the verses of the Quran right from the beginning to the end. And they speak of the Dajjal and its end and all their achievements and nullify them and make them appear so small in the sight of those who understand the Holy Quran. يشير أمير المؤمنين إلى بعض أسرار القرآن الكريم، وهو كيف أن العلاقة بين آياته من أوائله وأواخره وبين كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رابطة يخدم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فقط هي تحتاج إلى النور الإلهي الذي يبين هذه الأمور، وهذا ما جاءنا به سيدنا الإمام المهدي. يقول أن المسيحيون يفتخرون بأن المسيح هو روح الله وكلمة الله، ونحن نقول أيضا هو روح الله وكلمته، إذن هو كلمة من كلمات الله، ويفتخرون أيضا بأنهم اكتشفوا بعض أسرار الله في كلماته في هذه الأمور التي عرفوها. هذه الآيات بعد في العشر الأواخر من سورة الكهف تقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي أن تفتخرون بكلمة أو ببضع كلمات أو بآلاف من الكلمات، إن المحيطات هذه كلها لو استخدمت كمداد تكتب به كلمات الله ولو جئنا بمثلها أيضا معها لتستخدم للكتابة، فإن كلمات الله لا تنتهي. إذن هذا المسيح كلمة الله، وهذه المكتشفات كلمات الله، ليست إلا قطرة في بحر كلمات الله الذي لا ينفذ. ولو أراد الله أن
يخلق ما يشاء فسيخلق ما يشاء ويغير هذا الذي تفتخرون به. هذا الفضل كله يرجع إلى سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، هو الذي بيّن لنا هذا. ما كلنا نقرأ هذه الآيات ونقرأ هذه الصور من عشرات السنين ونمر عليها ولا ندري بها شيئا، فجزاه الله خير الجزاء عنا، لأنه هو الذي بيّن لنا هذه المعاني الجميلة التي تبين أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. السلام عليكم.